السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. أخوكم إبراهيم عبد العزيز. سنتناول بإذن الله شرح لف محرك 24 مجرى 2 قطب وحائط الطور وجه واحد لملفات التشغيل وملفات التقويم نفس عدد المجاري. طبعا في شرح لنفس المحرك ولكن ملفات التشغيل لها الثلثين وملفات التقويم له الثلث على القناة أيضا. إذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك وتقسيم خطة اللف وإيجاد خطة اللف والبدايات أي المسافة بين ملفات التشغيل وملفات التقويم والتوصيل الداخلي والتوصيل بين مجموعات التشغيل ومجموعات التقويم ورسم الانفراد وهو عبارة عن محاكاة لتسقيط الملفات والتوصيل بين المجموعات والتوصيل بنفس المجموعة حتى خروج الأربع أطراف طرفين للتشغيل وطرفين للتقويم. ننتقل إلى العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك. أولا التقسيم، نقوم بإيجاد الخطوة القطبية أو عدد المجاري لكل تحت كل قطب هتساوي 24 مجرى على 2 هتساوي 12 مجرى. طبعا احنا هنا قلنا إن عدد مجاري التشغيل هيساوي عدد مجاري التقويم، يبقى عدد مجاري التشغيل تحت القطب الواحد هتساوي 12 على 2 هتساوي 6 مجاري، وعدد مجاري التقويم ايضا هيساوي 6 مجاري. اذا خطوة اللف سوف تكون واحدة، يبقى خطوة اللف هتكون من اقرب ابعد مجرين الملف الاكبر هتكون 1 الى 12، 1 الى 10، 1 الى 8، وايضا التقويم 1 الى 12، 1 الى 10، 1 الى 8، بواقع 3 سيريا. طبعا 3 سيريا هنقسم ال 6 على 2 هدينا 3 سيريا للمجموعة الواحدة، يبقى عندي مجموعتين عشان هنا عندي المحرك 2 قطب. المسافة بين التشغيل والتقويم، لإيجاد المسافة بين التشغيل والتقويم دي بداية التشغيل وبداية التقويم. أولا طبعا التشغيل هيبدأ معانا من أي مجرى أو المجرى رقم واحد، ثم نقوم بإيجاد المسافة بين مجرين متجاورين هتساوي 180 وهي رقم ثابت سواء كان المحرك أو حائط الطور أو ثلاثي الطول لأن هي زاوية القطب في المحرك 180 درجة. هتساوي على 12 مجرى وهي عدد المجاري لكل قطب هتساوي 15 درجة. يبقى المسافة بين التشغيل والتقويم هتساوي 90 على 15 درجة اللي هي المسافة بين مجرين متجاورين، إذا هتساوي 6 مجاري المسافة بين التشغيل والتقويم. التوصيل نهاية في نهاية وبداية في بداية، لأن طبعا عند المحرك هنا 2 قطب، يبقى إذا هتكون مجموعات متجاورة. نوع اللف متداخل، طبعا هنشوف كل العمليات دي على رسم الانفراد وتوضيح كيفية حسابها. ننتقل إلى رسم الانفراد. هنا عندي هنبدأ برسم 12 مجرى. هنا هنلاحظ إن أنا عندي 6 باللون الأزرق ويمثل ملفات التشغيل و6 باللون الأخضر ملفات التقويم. كما سبق الذكر أن المحرك سوف يكون له نفس عدد مجاري التشغيل ومجاري التقويم في التقسيم. طبعا نسقط هنا القطب الثاني 12 مجرى، وايضا 3 هنا و 3 هنا للتشغيل والستة في النص للتقويم. يبقى هنا عندي 12 مجرى باللون الازرق و 12 مجرى باللون الاخضر للتشغيل، تشغيل ازرق والاحمر الاخضر معذرة التقويم. طبعا هنا البدايات قلنا هنبدأ التشغيل من المجرى رقم واحد، يبقى هنبدأ من المجرى رقم واحد ونرمز له بالرمز يو. كده هنا عندي قلنا خطوة اللف عبارة عن 3 سيريا. طبعا لو لاحظنا هنا اكبر ملف هكون من 1 الى 12، ثاني ملف من 1 الى 10، وثالث ملف من 1 الى 8. يبقى نقوم باسقاط اول سيريا لملفات التشغيل، ثم تاني سيريا، ثم تالت سيريا. طبعا هنا التوصيل في نفس المجموعة، ودي قاعدة سواء محرك وحر الطور أو ثلاثي الطور هيكون نهاية في بداية ومر التيار في اتجاه واحد. وكده هنا نهاية السيرية الأولى مع بداية السيرية الثانية، أي نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني، ثم نهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث. كده تبقى لدينا نهاية للمجموعة الأولى. ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية أيضا بنفس خطة اللف 3 سيرية، 1 إلى 12، 1 إلى 10، 1 إلى 8، والتوصيل داخل نفس المجموعة نهاية في بداية، نهاية الملف الأول مع نهاية الملف
بداية الملف الثاني، نهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث. طبعا هنا احنا لما بنيجي نلف نلف على فورمة، طيب يكون التوصيل داخلي طبقا للف على الفورمة نهاية في بداية، لكن احنا لازم نوضح كل المعلومة للشرح. هنا التوصيل بين المجموعتين هيكون نهاية في نهاية، اذا نهاية المجموعة الاولى لانها متجاورة مع نهاية المجموعة الثانية مجرى 10 والمجرى 22، يبقى كده تم توصيل المجموعتين، يتبقى طرف نهاية ملفات التشغيل ويرمز له بالرمز اكس. عايزين نوضح معلومة هنا، ان هنا مدام مجموعتان متجاورتان اذا التيار يمر باتجاه معاكس ويصبح عدد الاقصاب يساوي عدد المجموعات. هنا عندي اتنين مجموعة، يبقى اذا المحرك ايه؟ اتنين قطب. هنوضحه، مرور التيار هيكون باتجاه معاكس نفس اتجاه مرور الاسهم. لو لاحظنا ان هنا ده مرور التيار وهي النقطة الصفراء دي، دخولها هنا اخش التيار من اول مجموعة، طبعا وضحت لكم انه هيمر في نفس المجموعة في اتجاه واحد، لو لاحظنا كده هيمر بنفس اتجاه السهم اللي فوقيه. عندما ينتقل للمجموعة الثانية نهاية في نهاية هيمر باتجاه معاكس، لاحظ كده ان اتجاهها في نفس المجموعة الثانية، نفس المرور في نفس الاتجاه لكن معاكس للمجموعة الاولى، يبقى اصبح يمر في اتجاه معاكس من مجموعة لمجموعة وفي اتجاه واحد لنفس المجموعة، يبقى اذا المحرك هيكون عدد الاقطاب يساوي نفس عدد المجموعات، اذا المحرك اتنين قطب. طبعا احنا وضحنا كل القوانين بحيث الناس تستفيد الجديدة والناس القديمة تستمتع معانا برضك بلف المحرك وتوضيح الرسم. طبعا دعمنا بالمشاهدة على الانترنت لتفعيل القناة. هنا قلنا ان مسافة التشغيل والتقويم 6 مجاري، وانا هترك 6 مجاري وهبدأ ملفات التقويم، هبدأ ليها وارمز ليها بالرمز V، يقديم لدائب ملفات التقويم بواقع 3 سرية، طبعا لان هنا نفس تقسيم المجاري للتشغيل والتقويم متساويين، يبقى اول سرية بواقع 1 إلى 12، تاني سرية 1 إلى 10، تالت سرية 1 إلى 8. طبعا هنوصل داخلي في نفس المجموعة، هذه المجموعة الثانية، توصيل الداخلي المجموعة الأولى، نهاية في بداية، نهاية الملف الأول مع بداية الملف الثاني، نهاية الثاني مع بداية الثالث، ثم تبقى لدينا طرف نهاية المجموعة الأولى وتوصيل المجموعة الثانية أيضا، نهاية الأول مع بداية الثاني ونهاية الثاني مع بداية الثالث، يتبقى لدينا أطراف المجموعتان. هنقوم بتوصيل نهاية المجموعة الأولى من هنا مع نهاية المجموعة الثانية ملفات التشغيل، يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية وهو نهاية ملفات التقويم ويرمز له برمز Y، يبقى كده تم انتهاء لف المحرك. يعني طبعا هنا اللون الأخضر ملفات التقويم واللون الأزرق ملفات التشغيل، والمسافة بينهم 6 مجاري، وكده عندي 4 أطراف U X و V Y لملفات التشغيل والتقويم. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير والمشاهدة على الإنترنت لتفعيل القناة، وشكرا لكم ودمتم في صحة وسعادة. أخوكم إبراهيم عبد العزيز.